ألف مبروك عليك أحلى قفا حسن يا عمرو. شكرا يا كريم. فلوس في حسابك. خدك دليل لما شافك. هو النمر أول ما بيظهر بيخبط. معاك فلوس تروح بيها ولا معاكش؟ لابسك. يلا خد العشر نيجي روح بيها. دي الفلوس الحلال الوحيدة اللي هتاخدها من عيلة ماهر رضوان. وشكرا انك رجعت لنا فلوسنا اللي ابوك سرقها زمان. يلا بقى روح لابوك خد بالك منه. عشان البنك قريب هيطردكم من البيت ومن المحل ومن الدنيا كلها. قلت الحلال مش هتمشي من الساخ. ماشي يا اخويا. قلت الحلال مش هتمشي من الساخ. يلا ده علق بقى. قلت الحلال مش هتمشي من الساخ.